السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ليلى للطبخ الأصيل. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عصير اللي هو بسيط في المكونات ديالو، لذيذ بزاف وصحي وسهل في التحضير، اللي هو العصير ديال المنون أو السويلة بالليمون. وإلا كنتو أول مرة كتزورو فيها القناة شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا إن شاء الله بجديد الوصفات، وما تنسونيش من اللايك ديالكم. خليكم معايا باش تشوفوا إن شاء الله طريقة التحضير. بالنسبه للمكونات عندي هنايا عصير ديال البرتقال او الليمون، وعندي سويله او المنون كله كيفاش نو كيسميوه. هنا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي اللي غادي نوضعوا فيه العصير ديال الليمون، وغناخذ المنون او السويله ديالنا غادي نقطعوهم. بهذا الشكل هذا نتوما الا حبيتوا تضيفوا السكر كتضيفوا، وبغيتوا تخليو هكا غير العصير يكون طبيعي يعني السكر ديالو هذا راه ممكن تيجي مزيان بزاف. كاين اللي كيزيدوا فيه الياغورت، ولكن انا هنا حبيت نخليه عصير يكون طبيعي 100%، ما ضفت ليه لا سكر لا الياغورت، وتيجي فيه المذاق هائل بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. هنا كنقطع هاد السويله هذه اللي عندي كاملها وكنطحنو مزيان. كما كنقول لكم دائما بالنسبه للعصير راه الدرجه ديال الكثافه ديالو كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. واش بغيتوه ثقيل راكم كتنقصوا من السوائل، يعني كنا غنديروه بالحليب اولا كنا غادي نديروه بالليمون اولا الماء راكم كتنقصوا من السوائل، والا بغيتوه يكون خفيف راكم كتزيدوا كطحنوا مزيان. وها هو العصير ديالنا من بعد ما وجد في دقائق تيكون واجد، عصير اللي هو منعش بزاف، رائع في المذاق، صحي يعني حتى الا كنتو حابين تضيفوا ليه السكر مازال، يعني في جميع انواع العصائر يستحسن تحليو بالبنان. سكر اللي هو طبيعي، حاولوا ما امكن نتفاداو شي حاجه اللي غادي تضر بالصحه. يعني بالنسبه للعصائر كما لقينا نحليوهم هكا بالبنان اولا بالعسل الحر يكون احسن على حسب المتوفر. كنتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والا كنتو اول مره كتزوروا فيها القناه تشاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. بارتاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وما تنساونيش من اللايك ديالكم. كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وصفه جديده دائما على قناه ليلى للطبخ الاصيل. الى اللقاء.